دائما يمكن سلمى بمحطاتنا الصباحية بنسلط الضوء على مواهب شابة وأبداعات سورية مميزة، ودائما للأدب حصة برحلاتنا الصباحية. اليوم رح نحكي عن موهبة أدبية كان له لغته الخاصة وأطلق العنان إلى لكن بلغة مختلفة، وهذا اسم أول دواوينه الشعرية. لنحكي عن هي الموهبة، كيف فعليا فينا نقول اختص بمفرداته الخاصة، ومن وين استوحى كل هي الأشعار. معنا الأستاذ الشاعر ماهر رجب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين الإخبارية السورية وللجميع. أهلا وسهلا فيك. هلا صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني الشعر له أدبه الخاص ومفرداته الخاصة. ديوانك الجديد خلينا نحكي عنه بالبداية، إيمت أطلقته ونعرف تفاصيل أكثر عنه. لغة مختلفة أطلقته بالعام 2019 تحديدا. طبعا ما كان في فكرة أبدا أني أعمل ديوان، ولكن نتيجة الحرب على سوريا يعني كل حدا مننا حب يقدم شيء للبلد. الإعلامي يكون أنجح، الطبيب أنجح، اللي بيكتب يقدم شيء حلو، يعني نترك بصمة حلوة نفرجي العالم أنه نحن أبناء الحب والمحبة. فنتيجة الأزمة تولد أني لازم أطبع ديوان، ولو أنه هو إجا شوي متأخر، ولكن الحمد لله لقى صدى وأخذ اهتمام ومحبة. يمكن اسمه كمان، لما نقول لغة مختلفة، وخلال حديثك يعني اللي فهمته عم تقول أنه أنت حابب فعليا تعبر بطريقة كمان مختلفة خلال سنوات الحرب على سوريا نوعا ما تجاه البلد، فلهيك سميته لغة مختلفة. يمكن هي طريقة تعاملنا أساسا كلياتنا السوريين مع حالة الحرب القاسية، أنه نحن عم نحاول نعيش مع حياة مختلفة بهي الجزئية، يعني نزرع الأمل رغم كل الظروف القاسية اللي مرينا فيها. تماما. هلأ حضرتك يمكن جاوبتي عن السؤال كمان، أنه نحن السوريين مختلفين دائما، بالرغم من كل شيء نحب الأمل، بنحب الحياة، بنحب العطاء. فلغة مختلفة هو الحقيقة اسم مقطع هايكو أنا كاتبه من 2010 وحبيت يعني أني نزله لهذا المقطع عنوان للديوان، وكان في بعتقد الديوان نوع من الاختلاف، أنه حاكى أكثر فئة الشباب. لأنه بتعرفي نحن عندنا موضوع الشعر أنه صار القارئ الشاب بس تقولي له شاعر بيخاف، بيفكر المعلقات وإلى آخره، فهن شافوا لغة خاطبتهم، فينا نقول لغة معاصرة. لغة معاصرة تماما. نعم. خلينا نسمع شيء أو تقرأ لنا شيء من دواوينك أو من شعرك. رح أقرأ لك شيء من الديوان اللي قيد الطباعة. يلا، شو اسمه؟ أعلن أنني عاشق، ولكن القصيدة اسمها في غيابك. في غيابك، في غيابك أوراقي مبعثرة على طاولتي، حروفي تائهة وقهوتي باردة بلا طعم، وأنا جسد بلا روح. في غيابك أسقي زهوري لكنها لا تنمو، وعطري لا يفوح، ومنزلي مهجور، وطريقي طويل بلا جدوى، وقلبي تأكله الحرقة. في غيابك وجوه الأصدقاء ترهقني، وكلمات الأهل توجعني، ومدينتي بحرها يهجرني، وشمسها تحرقني، وقمرها لا يؤنسني، ورغبتي بكل شيء تهجرني. في غيابك يمر الوقت بقسوة، ويهجرني شبابي، وتشيخ كعجوزا، وتشيخ أيامي، وأصير كعجوزا يلتزم الصمت. في غيابك لا شيء له معنى. طيب خلينا نحكي، يمكن كل حدا بيكون مؤثر بمدرسة شعرية أو بحب ديوان معين، أو تلاقي بمرحلة من حياته إن كان بمرحلة الشباب أو المراهقة تأثر بشخصية أدبية، شو اللي كان يأثر فيك أكثر شيء فعلياً ونعكس هذا من خلال فينا نقول الشعر اللي قدمته؟ إذا كان التأثر بالمعنى الدارج فأنا لست متأثر بحدا، وهو التقليد. اما اذا بمعناها الايجابي الذي تقصدينه، يعني عندك مثال ادبي، يعني كلياتنا مثلا ما في حدا بتقول له ما بيقرا كان لنزار او للماغوط، او في ناس متاثرين اكثر ادبيا بشخصيه ادبيه. اما اذا بالمعنى الايجابي
يلي قصطيفها اكيد تاثرت بكل مرحله عمريه في كاتب. يعني اول مرحله تاثرت فيها في الابتدائي بالكبير سليمان العيسى، كلياتنا اكيد، فيما بعد الماغوط، جبران خليل، ايليا ابو ماضي، غاده السمان، كشعراء كادباء نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس. طيب خلينا نعرف اكثر، يعني اليوم تجربتك بهذا المجال قد ايه صار عمرها ولوين حابب توصل؟ يعني كل حدا بيحط قدامه هدف، في ناس بتبلش بالشعر، في ناس تنتقل لان هي تكتب روايه، في ناس، يعني كل شخص او كل شاعر له خط معين ببلش فيه وبيكون حاطط اهداف معينه. شو مخطط ماهر للمستقبل؟ هلا مبدئيا اكيد بتعرفي استاذ يعني الطموح لا حدود له. صحيح. هلا مبدئيا انا نزلت ديوان، في ديوان اخر وروايه قيد الكتابه. حلو. فانا الهدف الاكبر بحب الروايه، يعني من الاجناس الادبيه الروايه هي اكثر ما يغريني. فالهدف الاكبر اطمح ان يقال عني شاعر، لاني اعتبر نفسي مشروع شاعر، فاخجل ان يقارن اسمي باسماء اساتذتنا الكبار. يعني دائما اقول ليس من المعقول الشاعر نزار قباني وأن يكون أمامه الشاعر ماهر رجب، فنحن ما زلنا نخطو. يعني أحلم أن ألقب مع الأيام بلقب شاعر وأديب إن شاء الله. طيب خلينا نحكي رد فعل الناس على ديوانك الأول، لغة مختلفة، كيف كانت الآراء؟ المحيط كيف شاف هيدا الديوان؟ وفينا نقول المحيط القريب كمان بيكون له هيك أثر خاص بقلبك. هو دائما اول شيء يعني الفرد ببلش من الاسره. صحيح. هي المجتمع الصغير ولكن الموسع. كان من ناحيه الاسريه لاقى اجواء اصداء ايجابيه. انا ذهلت من نفاذ النسخه بفتره قصيره من المكتبات. يعني مع انه نحن بنعرف هذا شوي ما زمن القراءه كثير. صحيح. يعني ولكن برجع بقول لك لانه خاطب روح الشباب. فخاطب روح الشباب بالنسخة الأولى، نفذت بسرعة. طبعا هذا الشيء شجعني أني قدم. وتضمن أكثر شيء شو الشعر؟ أكثر شيء يعني غزل وحب، لأن كنا بمرحلة كتير صعبة فبدنا نتنفس. يعني ندور حالة تعبيرية. يعني ندور على شيء نتنفس فيه شوي، نهرب فيه شوي للحب للمحبة، لأني مثل ما قلت لك نحن أبناء الحب، يعني السوريين نحن أبناء الحب. صحيح. طيب ماهر، نحن خلال هاي الفترة الأخيرة اللي مرينا فيها صرنا نشوف كثير عنا كتاب، حتى أشعار لأغاني مثلا صرنا نشوفها بالدراما وغيرها، كمان مطربين صاروا ياخذوا من كتاب صغار بالعمر، ما رح أقول كثير كبار، صغار بالعمر، وبلشت الأغنية تخلي الناس تعرف بعض أسماء الشعراء أو كتاب الكلمات. حاولت تدخل هذا المضمار أو لا أنت بعيد عنه؟ ما بتحب انك تنشهر عن هي الطريقة، بعيد عن هذا المجال؟ هلأ يعني شوفي دائما الكاتب بحب نتاجه يظهر، عشان أكون معك صريح، ولكن أنا ما حاولت، ولكن إذا إجت فرصة أكيد ما رح أقول لا، يعني ما رح أقول لا، ولكن أكيد بشروط تناسب. يعني بتعرفي لأنه هلأ نحن نسمع أغاني يعني لا ترقى للذائقة أبدا، يعني أعرف. بس عندنا كتير مطربين كمان مهمين حتى طبعاً، أو خصوصا طبعاً بدار الأوبرا طبعاً، عم نشوف كتير مطربين عم يتعاونوا مع الشباب. يعني أكبر مثال فنانة ليندا بيطار اللي بتشجع الشباب كتير، بتاخد من كلماتهم وبتعمل أغاني خاصة وبصمتها الصوتية مميزة. فنحن عم نحكي عن نوع من الفن الراقي، ولا صرنا نشوف هدول الشباب عم يعملوا شارات أغاني مسلسلات، وهذا شيء جميل. يعني أنا برأيي شيء كتير إيجابي، لأنه الإبداع بيكمل بعضه. يعني صحيح. كلنا بنكمل بعضنا، الكاتب مع الشاعر مع الملحن كله بيكمل بعضه. يعني هلأ مثلا السيدة أم كلثوم غنت القصيدة وغنت بالمحكي وبالاثنين نجحت. لما بتكون الكلمة جميلة ما بتختلف عند المستمع إذا كانت فصحى أو إذا محكي. لما تكون كلمة جميلة ولحن جميل اثنيناته رح يطلع حلو. يعني طيب أستاذ ماهر، خلينا نحكي عن الديوان اللي عم تحضر له. حكينا عن الديوان الأول، هو بيحكي عن حالة غرامية وأشعار عن الحب، يمكن لأكثر الشباب بيحاولوا يعبروا عنها بطريقتهم الخاصة. الديوان الآخر حيكون كيف؟ بنفس فينا نقول الجو ولا لا مختلف؟ هلا الديوان الآخر أكيد رح يجي مختلف كليا. أنا بديواني الأول اعتمدت على مقاطع الهايكو أكثر. الديوان الثاني رح يكون قصائد طويلة أطول، رح تكون مواضيع مختلفة. أنا صار عندي تجربة حتى بالطباعة.
يعني كيفية الطباعة، صار عندي خبرة. يعني بالديوان الأول أنا في أخطاء طباعية، يعني أكيد رح نتجاوزها، في أمور أكيد رح نتجاوزها، والديوان الثاني يعني بتعرفي كل تجربة بتخلي عندك خبرة أكثر. صحيح. فصار في خبرة أكثر، وبعتقد إن صح التعبير يعني التجربة الأدبية أنضج رح تكون بالديوان الثاني. إن شاء الله. إن شاء الله. خلينا كمان نسمع شيء من كتابات. طيب بما أنه حكينا عن الشعر المحكي، رح أقول لك شيء بالمحكي. بهالظروف الصعبة علينا كلنا والدنيا قريبة على العيد، فخلينا نزرع بسمة يلا فرح للناس بمناسبة قدوم العيد. بسم الله. ضحكة وفرحة وأمل جديد، وشو الهم إذا التوب قديم ولا جديد، ولا من قطن ولا حرير، شو الهم إذا العطر كان خفيف ولا ثقيل، بكرة الله بيفرج هالضيق وبيفرح هالقلب الحزين، ومننسى سواد الليل الطويل ودمع العين الثقيل. خلونا نملي الدنيا ضحك وغني وزغاريد، ونبلش يوم جديد، الدنيا عيد. الدنيا عيد ولا محتاج رح يبقى حزين، أو من القلة رح يشتكي ويتألم، كل واحد فينا من غير ما يتكلم عقده لمحتاج رح يتصدق، إذا كان قريب ولا بعيد، ما بالمحبة والتعاون وصانا نبينا الحبيب. الدنيا عيد وفي لمة أهل وأحباب، ببيت الجد والعم والخال والجار، وغايب جاي من بعيد يعيد أهله وأحبابه ويفرح قلبه الحزين، وحبيب جاي بعد سفر طويل يهمس ويقول للحبيبة ضحكتك عندي هي العيد، وبي بجيابه العيدية الناطرة الولد قبل الحفيد، ما أطيب كعك العيد ريحته بتفوح بالدار، ومعجون بحنان الأم وحبها الكبير، ولاد صغار يتنقلوا من بيت البيت بقلبهم الصافي مثل قلب الطفل الوليد، والصبايا تتعطر وتتمشى وتتدلع، ومن حي الحي تتنقل وبالأخلاق تتزين وبجمالهم الكل يتحير، وشباب تلبس وتتأنق ومثل نجوم تتألق، زنودهم مثل الحديد وما بيوقف قبالهم سالم الزير، وعصبايا وشباب بلادي صلاتك يا سيدنا محمد. خلونا ننسى رسائل الواتس والمسنجر مثل ما نسينا رسائل البريد، ونعيد بعض عن قريب، الصديق يزور الصديق، ونغمر بعض بمودة وتسري بالقلوب المحبة. أكيد بدنا نشكرك على هي فينا نقول القصيدة المحكية. خلينا نحكي قديش فعليا بتلاقي الشعر المحكي نوعا ما قريب للناس، بيلامس الروح وبنفس الوقت بيلامس الواقع أكثر اليوم. هلأ الشعر المحكي أكيد بيلامس الناس أكثر، يعني لأنه مو كل الناس بتحب اللغة الفصحى أو ما شابه. صحيح. ولكن أعتقد أنه بنفس الشعر الموزون أو النثر يلامس الواقع نفس الشيء، لأنه هم الكاتب هم واحد، يعني بالنهاية ملامسة الواقع وطرح هموم الناس ومشكلاتهم ومشاكل المجتمع. صحيح. أكيد. كمان خلينا نحكي عن يعني بعض من المشاريع اللي عم تشتغل عليها لسه أكثر، يعني فقط لغة مختلفة وهلا ديوان تاني، ولا في بيناتهم تجارب تانية اشتغلت عليها؟ هلا أكيد في تجارب، ولكن ما فينا نحكي عنها ليكون عمل، يعني دائما العمل هو اللي بيبين أكثر من الحكي الفعل. فدائما لما بنطبع الديوان أو آخر، طبعا في كاتب أنا مسرحيات وأعمل حاليا على عمل روائي مثل ما قلت لك، ولكن هلا الاساس يعني لغه مختلفه، واعلن انني عاشق يلي قريبا رح يذهب للطباعه. عم تقول عم تحضر لروايه، اكثر الادباء مؤثر روايه، يعني لمين بتقرا بتحس فعليا بياثر فيك بشكل كبير؟ هلا بتعرف القراءه لا تتوقف عند اديب معين، ولكن اكثر من يؤثر في حدا بيخاطب روحك، بتحس حالك جزء من هي الروايه او جزء من شخصياته. نجيب محفوظ، احسان عبد القدوس، غادة السمان. طبعا الادب الروسي يعني ايضا، ولكن عم نحكي صحيح عن الادب العربي يعني ادبائنا وكتابنا. طيب بالختام نسمع شيء من حضرتك؟ تكرمي.
رح نقرا شيء من لغه مختلفه. اكيد. لم اكن ابحث عن الحب وما بحثت عنه يوما، كنت تائها في زحمه الحياه وقسوتها ووجوه البشر المصطنعة، ولما رايتك من نظره واحده وكلمه عابره كتبت على صفحتي الافتراضيه مشرعا نوافذ قلبي للحب، لعلك تعطيني اشاره لاكتب فتحت قلبي للحب فسكنته اميره. لا اريدك في حياتي لانسى الماضي، اريدك لابدا حياتي، فقبلك عشت وما حييت، ومعك بدات احيا. فمنذ عرفتك عاد النور الى هذا العالم المظلم، وعاد الفرح الى وطني الحزين، وأنا أصبحت أرق وأجمل. بدأ زمن الهاتف الذي يجيء أو لا يجيء، فهل معنى هذا أنني عاشق؟ أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق بمحطاتك الأدبية القادمة، وإن شاء الله يا رب تحقق طموحك. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، وشكرا على الحوار الظريف. شكرا.